طيب بخصوص تنزيل بايثون باكيجز، في عندي هذا الويب سايت pypi.org، هو عبارة عن زي متجر ل فيه بايثون باكيجز، فممكن إنه أنزلها من هناك مباشرة. ممكن أبحث عن باكيج معينة، يعني على سبيل المثال ممكن أبحث عن باكيج جوبيتر. عن هاي الباكيج جوبيتر، وفي أنا عندي الكوماند الخاص بالتنزيل، ممكن أعمل له نسخ بشكل مباشر وأعمل له إنه تنزيل. عندي في أفتح الكوماند برومبت، لصق بشكل مباشر بهذا الشكل. طبعا إذا الباكيج هذه فيها ديبندنسيز أو باكيجز أخرى لوحده بنزلها بهذا الشكل. طبعا هنا في عندي رسالة، يعني ممكن إنه تظهر إنه البيب نفسه إنه هي كباكج إنه هي محتاجة لأبديت، فممكن أنسخ هذا الكوماند وأعمل أبديت للبيب نفسه. طبعا في البيب أنا في عندي باراميتر ممكن أعمل أبجريد للباكج بهذا الشكل. أوكي، في هذا الوقت ممكن نحن نرجع هنا وندور على باكج أخرى، يعني على سبيل المثال باكج لها علاقة بالوورد كلاود، إنه يعني على سبيل المثال الوورد كلاود هي باكج وورد كلاود كمفهوم، إنه بتمكنني إنه عندي مجموعة من الكلمات موجودة في نص، ممكن إنه أنا أعملها تشكيل بهذا الشكل. فبالتالي لو أنا أحتاج تصميم بشكل معين، ممكن إنه هو يعمل لي التصميم هذا إنه على شكل كلمات موجودة في ملف نصي، وإنه هو يرتبها بطريقة معينة بهذا الشكل. يعني عدة تصاميم جميلة بهذا الشكل. أوكي، فخلينا نشوف إنه مثلاً بايثون باكيج إنه هي ممكن تسوي هذا الكلام. في ممكن إنه أقرأ الوصف هنا، إنه text visualization using word frequencies حسب التكرار تبع الكلمات، word count. هاي الباكج ربما إلها علاقة أكتر شيء، وهاي الكوماند الخاص بالتنزيل هنا ممكن إنه إحنا ننزلها. بالمناسبة هاي الباكج موجودة على الجيت هاب، نشوفوا تفاصيل إنه هاي الباكيج مش كتير مشهورة أو مش كتير معروفة يعني. فبالتالي ممكن إنه أنا أرجع هنا وأدور على بايثون وورد كلاود. هنا دورت على بشكل اعتيادي إنه عندي مثلا هاي الباكيج مختلفة عن هذيك، إنه هي موجودة على الجيت هاب، هذا الويب سايت الخاص فيها، وانه واضح انه هذا الباكج انه اكتف او انه انشط من الباكج السابقه. طبعا الامر تبع التنزيل كذلك انه هو موجود هنا، و اكزامبل انه هاي في عندي اكزامبل هنا بهذا الشكل، وانه ممكن يعمل لي فيجواليزيشن للتكست بهذا الشكل إذا أنا احتجت أن أعمل تصميمات معينة واستخدام النصوص. ممكن كذلك هذه الباكيج أن احنا ننزلها بعد انتهاء الباكيج الأولى. هنا عن كيفية الاستخدام، شوف المثال تبع أليس. طبعا
طبعا أليس هنا إنه في عندي ملف نصي يفترض إنه يكون موجود عندي. شوفوا هذا، ممكن نعملها في مجلد لوحدها. وورد كلاود example. اوكي، هاي الباكيج انه import للوورد كلاود. بهذا الشكل موجود عندي هنا. الآن ملف أليس، افترض إنه إحنا كذلك إنه هاي أليس. طبعاً ممكن إنه أشوف الملف هذا كرو تكست فايل، وبالتالي إنه ممكن أحفظه وأنزله هناك مباشرة. كنترول اس سيف، او اوكي كنترول اي نسخ كل النص. هنا الملف اليس دوت تكست، ملف نصي تكست. بتحكي اعتقد انه هي قصة اليس في بداية العجائب. أليس Adventure in Wonderland. أوكي، ممكن إنه إحنا نجرب الآن. عندي بعض الأخطاء إنه أليس ماسك. أوكي، أليس ماسك إنه يفترض إنه يكون في عندي ماسك هنا في الصورة، إنه هي الحدود اللي يحتاجها هنا إنه هو يقرأها. لو شفنا هاي الصورة أعتقد إنه موجودة في السايت في الجيت هاب كذلك، إنه الماسك شكلها بهذا الشكل. أليس ماسك إنه هو راح يعبي النص في هذه الأماكن اللي هي محددة باللون الأسود، يعني داخل الرسمة هذه وداخل الأرنوب. فبالتالي نحتاج إنه ناخد هاي نعملها سيف في ملف المشروع في مجلد وورد كلاود من أليس ماسك. الآن ممكن نجرب كمان مرة. هذا هو الناتج. أنا عندي الناتج إنه هذا الماسك وهذه إنه الصورة، إنه في بلوتس بهذا الشكل. فصار أنا عندي الناتج بهذا الشكل، إنه تم إنتاج الصورة في ملف alice.png، إنه هو هذا هو الملف. هذا الملف ممكن نشوفه، هو هذا كتصميم. طبعا هذه الكلمات كلها جاية من القصة Queen A Little Alice Began Time، طبعا حسب تكرار الكلمات أعتقد. باكج جميلة. كذلك في البايثون باكجز أخرى ممكن نبحث عنها بنفس الطريقة. أي شيء بيخطر في بالك إنه ممكن إنه إحنا نوجد بايثون باكج إنه أقدر إنه أنا أستخدمها وإنه أعمل فيها شغلات جميلة جداً.